النشرة الرياضية المفصلة من الميادين. السلام عليكم. بعد 4 سنوات على مجزرة بورسعيد لا يزال جمهور المصري يأمل مؤازرة فريقه فعليا. المباراة بين الأخضر وضيفه الأهلي تابعها المناصرون عبر شاشة ضخمة، والنتيجة أشعلت المنافسة مجددا على لقب درع الدوري. لم تخلو المواجهة بين المصري والأهلي من ذكريات الأحداث المؤلمة التي وقعت قبل 4 سنوات. جمهور بورسعيد احتشد أمام ملعب ناديه لمؤازرة الفريق الأخضر عبر الشاشة، مؤكدين انتهاء الخلافات بعد المجزرة التي ذهب ضحيتها أكثر من 70 شخصا من جمهور الأهلي. احنا مش حاجة، احنا بلد مسلمة، مش أي حاجة، وهنشيلهم فوق دماغنا، احنا مش أي حاجة، والزمالك والأهلي احنا إخوات، مفيش أي حاجة بينا وبين أي حد، احنا إخوات ومصريين. اللقاء كان مهددا بالإلغاء بسبب رفض الأمن المصري إجراءه في الإسكندرية أو أسوان قبل أن تتفق الأطراف على ملعب برج العرب. مشجعو المصري ما زالوا يشاهدون مباريات فريقهم عبر الشاشات بعد قرار السلطات اللعب خارج بورسعيد ومن دون جمهور كجزء من العقوبة الممتدة منذ 4 سنوات. اكتر ناس بتخاف على بلدها هي البورسعيديه، تمام؟ هم بيتنفسوا كوره وبيحبوا الكوره وطول عمرهم رجاله من عام 56 وهم الشرار لثوره 30 يونيو، تمام؟ وعمرهم ما بيحبوا الشغب ولا يعملوا اي شغب. فعاليات اللقاء تابعها أكثر من 10,000 بورسعيدي أمام شاشة ضخمة نصبت خصيصا على ملعب الهوكي الملاصق لاستاد بورسعيد. الملعب أضحى مقرا لمشجعي الفريق الأخضر الذين ملوا العقوبة التي تكبدوها منذ 4 سنوات. فنيا تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما، نتيجة أعادت السخونة إلى منافسات الدوري. المصري تقدم عبر أحمد ياسر، وأعاد مؤمن زكريا الأمور إلى نقطة البداية بإدراكه التعادل. من ركلة جزاء أعاد محمد مجدي للفريق البورسعيدي التقدم قبل أن ينقذ الجابوني مالك إيفونا نادي القرن من الخسارة بتسجيله التعادل الثاني، وبات تفصيل الأهلي المتصدر 3 نقاط فقط عن غريمه التقليدي وملاحقه الزمالك. كان ماتش حلو، المصري كان المفروض يكسب النهارده والحكم ظلمنا في ضرب الجزاء، ونقول الحمد لله، يعني المصري احسن فريق في الدوري والله. جمهور المصري بات مقتنعا بان المدينه امنه، وهو على يقين بان الحادثه المؤسفه لن تتكرر مره اخرى. بعد قمة يوفنتوس وبايرن ميونخ والفوز الهادئ لبرشلونة على أرسنال دور 16 من دوري أبطال أوروبا يستكمل الليلة بمباراتين. مانشستر سيتي يحل ضيفا على دينامو كييف الأوكراني وعينه على ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه. فريق المدرب مانويل بيليغريني لا يعيش أفضل حالاته هذه الأيام، فتراجع إلى المركز الرابع في الدوري الممتاز الإنجليزي الممتاز، وودع مسابقة كأس إنجلترا بسقوطه الكبير أمام تشيلسي بهدف لـ5. المباراة الثانية الليلة يحل فيها أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفا على أيندهوفن الهولندي. مدرب أتلتيكو دييغو سيميوني أكد أن فريقه جاهز للقاء بقوة وحماسة، وأشاد في الوقت نفسه بالفريق المنافس الذي يملك قوة هجومية كبيرة. مباراة ملحمية شهدها ملعب يوفنتوس أرينا جمعت يوفي إلى ضيفه بايرن ميونخ في دور 16. اليوفي تمكن من معادلة النتيجة بعد تأخره بـ2. مدرب السيد العجوز ماسيميليانو أليغري خرج بثقة بعد اللقاء وأعلن أن فريقه قادر على التأهل بالرغم من صعوبة لقاء الإياب. مدرب بايرن ميونخ بيبي غوارديولا قال بدوره إن ما حصل خلال لقاء طبيعي، فالفريق واجه أفضل لاعبي العالم. الفوز على أرسنال بـ2 نتيجة جيدة، لكنه لا يعني التأهل إلى الدور المقبل. كلام قاله مدرب برشلونة لويس إنريكي بعد موقعة استاد الإمارات. المدرب الإسباني أكد أن فريقه يتعامل مع مباراة الإياب بأسلوب مشابه للذهاب. إنريكي وجه المديح مجددا إلى ثلاثي برشلونة الهجومي، ميسي صاحب الهدفين ونيمار وسواريز، ورأى أن الأمسن قادرون على خلق مساحات من العدم. بدوره مدرب أرسنال أرسن فينجر اعترف بأن برشلونة أفضل من فريقه، وأشار إلى أن هذه حقيقة يعرفها الجميع. الفرنسي عبر عن أسفه لتكرار سيناريو مباراة موناكو العام الفائت، وأشار إلى أن برشلونة حسم التأهل بنسبة تصل إلى 95%. أما الآن فجولة الصحف مع عبد الرحمن عز الدين. فضل عبد الرحمن.
شكرا لك محمد. السلام عليكم مشاهدينا. نبدأ جولتنا الصحفية مع النهار اللبنانية، وجاء فيها برودة زيوريخ تسخنها حماوة الانتخابات التاريخية للفيفا بين 5 مرشحين. الماكينة الكويتية ترجح فوز الشيخ سلمان على انفانتينو بفارق ضئيل من الأصوات. الصحيفة كشفت عن مصادر لها في الماكينة الكويتية أن الانتخابات ستتجه إلى دورة ثانية، وسيفوز فيها رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم بفارق أصوات لا تعدى عدد أصابع اليد الواحدة عن الأمين العام للاتحاد الأوروبي الإيطالي السويسري جياني إنفانتينو. نبقى مع موضوع الفيفا، حيث تناولته صحيفة القبس الكويتية ولكن من زاوية ثانية، وعنونت القبس مصائب قوم عند قوم فوائد، صراع رئاسة الفيفا قد يرفع إيقاف الكويت. بحسب الصحيفة فإن المواجهة الحامية المنتظرة بين الشيخ سلمان وإنفانتينو وتقارب الأصوات بينهما سيصبان في مصلحة الكرة الكويتية التي قد تستفيد من صوتها لرفع الحظر عن نشاطها الدولي الذي فرضه الفيفا. إلى مصر، حيث جاء في صحيفة اليوم السابع 3 أشباح هولندية تطارد مارتينيول في الأهلي. الصحيفة وبعد تعاقد الأهلي مع الهولندي مارتينيول أرادت تسليط الضوء على تجارب فاشلة ل3 مدربين هولنديين مع الكرة المصرية، وهم كليمنس وسترهوف مع الإسماعيلي، جو بونفرير مع الأهلي وتحديدا عام 2003، ونول راوتر عام 94 مع المنتخب المصري. إلى الصحف الإنجليزية، حيث كشفت صحيفة ميرور أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رفض تسلم فريق مانشستر يونايتد قبل انتهاء الموسم الحالي. الصحيفة أشارت إلى أن سبيشال وان وقع عقدا ل3 مواسم مع اليونايتد، وسيتقاضى سنويا مبلغ 15 مليون جنيه استرليني. نختم مع الصحف الإنجليزية أيضا مشاهدينا، حيث كشفت تيليغراف أن نادي تشيلسي اقترب من إعلان تعاقده مع مدرب منتخب إيطاليا أنطونيو كونتي. وبحسب الصحيفة فإن الإيطالي اشترط التعاقد مع لاعب وسط روما راجا ناينجولان لتدعيم خط وسط البلوز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الجولة الصحفية، نعود وإياكم إلى محمد. شكرا لك عبد الرحمن. جياني إنفانتينو واثق بقدرته على الفوز برئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم المقررة بعد غد السويسري. قال إن محادثاته مع الكثير من الاتحادات الوطنية جعلته يشعر بالمزيد من الثقة للحصول على 105 أصوات. الأمين العام ليوفا كشف عن اتصاله برئيس فيفا السابق جوزيف بلاتر ورئيس يوفا الموقوف ميشيل بلاتيني، مشددا على أنه لم يتلقى المشورة منهما. ياسين بنزية يقرر ارتداء قميص الجزائر على حساب فرنسا. الاتحاد الجزائري لكرة القدم أعلن موافقة مهاجم ليل الفرنسي من أصل جزائري على الدفاع عن ألوان ثعالب الصحراء بعد اجتماعه إلى رئيس الاتحاد محمد روراوا. ابن 21 عاما ينتظر إتمام اتحاد بلاده إجراءات طلب الموافقة من فيفا. صاحب الأهداف 5 في الدوري الفرنسي سبق له أن لعب في صفوف منتخبات الفئات العمرية لفرنسا. وبهذه الخطوة يكون روراوا قد نجح من جديد في استقطاب اللاعبين من ذوي الجنسيات المزدوجة لمصلحة كتيبة الفرنسي كريستيان جيركوف. وإلى دوري السلة الأمريكي للمحترفين الـ NBA، ساكرامنتو يتغلب على مضيفه دنفر ناجتس بفارق 4 نقاط. ديماركوس كوزنز سجل 39 نقطة والتقط 9 متابعات. بدأ بها 10 القسم الغربي إلى الفوز 24 هذا الموسم في 55 مباراة. صفوف دنفر شهدت تألق نيكولا جوزيتش صاحب 13 نقطة ومثلها متابعات، دون أن يتمكن من تجنيب دنفر الخسارة الثالثة على التوالي وال35 هذا الموسم، محتلا المركز 12 في القسم الغربي. أكاديمية للتدريب على المهارات الصحفية في مقديشو ثمرت الرغبة الصومالية المتزايدة في خوض غمار مهنة الصحافة الرياضية. إذاعة جول تفتح أول صرح تعليمي لمهارات الصحافة والتعليق، والخطوة تلقى إقبالا شبابيا واسعا. لم تكن للصحافة الرياضية مدارس خاصة في الصومال، كما لم تتوفر معاهد علمية متخصصة في تخريج الصحفيين عموما، ما دفع بإذاعة جول الرياضية إلى تأسيس مدرسة خاصة لتخريج مذيعين ومراسلين ومحررين ومعلقين رياضيين. تجربة لم تكن مألوفة في الوسط الرياضي في العاصمة، فمع انطلاقة الدوري المحلي في ملعب استاد كونس، كثير من هواة التعليق الرياضي يودون الانضمام إلى هذه المدرسة، وكلهم أمل بتحقيق أمنياتهم للغوص في أعماق عالم الصحافة الرياضية.
هدفي من الانضمام إلى هذه المدرسة أن أصبح صحفيا رياضيا متميزا، وهذه المدرسة أعطتني فرصة لصقل موهبتي في مجال التعليق الرياضي. هذا الشغف بالمهنة لم يقتصر على الشبان، بل دفع العشرات من الفتيات إلى خوض غمار التجربة. أنسة عبدي واحدة من بين هؤلاء. استفدت من هذه المدرسة أشياء كثيرة، وخاصة في مجال التقديم الرياضي، ولدي اليوم قدرة على فهم مجريات الصحافة الرياضية. القيمون على المدرسة يقولون إن فكرة تأسيس الأكاديمية جاءت استجابة لحاجة الشارع الرياضي في ملاعب مقدش والإذاعات المحلية بسبب غياب كوادر إعلامية متخصصة في مجال التقديم والتعليق. نحن نريد من خلال إقامة هذه المدرسة تشجيع الصحفيين هنا على تطوير مهاراتهم وقدراتهم في التقديم والتعليق الرياضي. تجربة إطلاق مدرسة متخصصة في تخريج كوادر صحفية في مجال التقديم والتعليق الرياضي أمر مثير للإعجاب وسط بيئة لا تعطي للصحافة الرياضية اهتماما كبيرا، لكن هذه الإذاعة أعادت إلى هذه الصحافة شيئا من أهميتها القديمة. شفيع محمد مقدشو، الميادين. إلى هنا نصل إلى ختام النشر الرياضي المفصل. نشكر لكم حسن المتابعة والسلام عليكم.